السلام عليكم. منذ فترة أصبح لفظ عارضة أزياء مرتبطا بالنساء الجذابات، ولكن بمرور الوقت أصبحت الأمور مختلفة. اليوم يبتدع الناس أشياء جديدة كل يوم، وهذا هو الحال عند كريستينا إيفينوفا، والتي بدأت مسيرة عملها وعمرها 3 سنوات. وعندما بلغت من العمر 7 سنوات أصبح يطلق عليها لقب الفتاة الأجمل في العالم. تعرف هذه الفتاة عن الموضة ما لا تعرفه الكثيرات، ويبدو أنها في الطريق الصحيح. إليكم معلومات عن الفتاة الأجمل في العالم في عمر 7 سنوات وكيف تحولت حياتها. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو، ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. ولدت كريستينا إيفينوفا في موسكو في 27 نوفمبر من عام 2005، ومنذ طفولتها وهي تحظى بحياة مليئة بالشغف. والدتها عارضة أزياء ووالدها لاعب كرة قدم. وعندما بلغت من العمر 3 أشهر غادرت هي وعائلتها إلى فرنسا، حيث عاشوا هناك لما يقرب من عام. وبعد هذا العام عادوا مرة أخرى إلى روسيا، حيث هناك بدأت مسيرة عملها كعارضة أزياء وهي تبلغ من العمر 3 سنوات، وهذا بعد أن قامت بتجربة أداء ثم تقديمها لوكالة عارضات أزياء. وكانت هذه بداية لنجاح كبير في حياة الفتاة. عندما بلغت من العمر 10 سنوات حصلت كريستينا على عقد أثار حقد الكثير من عارضات الأزياء، وذلك مع شركات كبيرة مثل دوليتشي أند جابانا وأرماني وكافالي وغيرها من الشركات الكبيرة. لقد برزت كريستينا إيفينوفا بشدة في عروض روبرتو كافالي وأرماني، كما أنها شاركت في حملة إعلانية لشركة فيريرو وهي الشركة المصنعة لشوكولاتة كيندر. ساهمت أسرة الفتاة بالكثير في مسيرتها، حيث أنه في عام 2011 كان اسم كريستينا هو ثالث أكثر الأسماء بحثا على جوجل في أوكرانيا. واستغلت الفتاة هذا الأمر للسعي إلى المشاركة في سلسلة أفلام الشفق، حتى تلعب دور ابنة إدوارد وبيلا في أحد أفلام هذه السلسلة، إلا أنها لم تحصل على الدور لأنها لا تتحدث الإنجليزية بطلاقة، وذهب الدور إلى فتاة أمريكية أخرى. لقد قامت كريستينا بكل ما يمكن في مجال الفن، حيث أنها انخرطت في لعبة الجمباز الإيقاعي، واشتركت في بطولة العالم عام 2013، وحصلت على الميدالية الذهبية. إن الجمال لا يكفي، فهي تتمتع بقدر كبير من الموهبة أيضا. وبنهاية عام 2014 تغيرت حياتها إلى الأبد عندما قامت مجلة وومان ديلي بإعلان كريستينا إيفينوفا الفتاة الأجمل في العالم. ومثل ما يحدث في كل شيء، لم يأتي هذا النجاح للفتاة بالأمور الجيدة فقط، وإنما تم اتهام والديها باستغلال الطفلة بشكل مبالغ فيه. في هذه الفترة كانت تبلغ من العمر 9 سنوات. بالنسبة لوالدتها كانت تظن أن هذه اتهامات باطلة، ولم يوقف هذا الفتاة عن استكمال مسيرتها. ففي يونيو من عام 2015 شاركت في مجلة فوغ، وكانت من اللحظات الأكثر أهمية في مسيرتها كعارضة أزياء، حيث كانت تبلغ وقتها من العمر 10 سنوات. في عام 2016 انتقلت للعيش في كاليفورنيا مع عائلتها، وتم تسجيل فيلم وثائقي عنها في التلفاز في أكتوبر من نفس العام. ولم تتوقف مسيرتها عند هذا الحد، وإنما أجرت حوارا مع إحدى المجلات أعربت فيه عن رغبتها في العمل كممثلة محترفة ومخرجة للأفلام السينمائية. ويبدو أن حلمها قد تحقق، لأنها في عام 2017 شاركت في فيلم خيال علمي إيطالي، ثم بعد ذلك في فيلم رعب روسي. تخيل فقط أن تكون هذه الفتاة معروفة بكونها الأجمل في العالم وهي تبلغ من العمر 9 سنوات. من المؤكد أن هذا قد أثر على حياتها بشكل كبير، واليوم تمتلك هذه الفتاة بجمالها المتفرد ثروة تبلغ 245 مليون دولار وهي تبلغ من العمر 14 عاما فقط، ولا تزال مشهورة للغاية وتحظى بالكثير من المعجبين حول العالم. يتابعها 5 ملايين من الأشخاص على فيسبوك وأكثر من 2 مليون شخص على إنستغرام. لا تزال تعمل كعارضة أزياء وتتمرن في الصالة الرياضية، إلا أنها لم تعمل على أي مشروع جديد في مجال التمثيل حتى الآن، ولكن ربما يتم ذلك في المستقبل القريب. فمن المؤكد أن هذه الفتاة
لا يزال لديها الكثير والكثير لتقدمه، ولتستكشف الكثير من الأشياء الجديدة. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة.